مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وتحياتي للكل، وان شاء الله يا رب هيك كانت نهايه الاسبوع تبعتكم حلوه وانبسطتوا فيها، وهلا هيك مبلشين اسبوعكم بطاقه وحيويه وايجابيه كمان. واكيد انا بدي اقول لكم كل عام وانتم بالف خير بمناسبه اليوبيل الفضي، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم وينعاد علينا دائما بالصحه وبالسعاده وبالهناء يا رب، وبنضل بهالبلد الحلو وهالبلد الامن ان شاء الله. واكيد اليوم يعني في عنا حلقة مميزة رح تكون مع شيف نسرين، وعملت لنا وصفات كتير طيبة بصراحة بهالمناسبة. صباح أول إشي مساء الخير، صباح الخير، أنا لأني هلأ صاحية فصباح الخير. صباح الخير عادي، صباح الخير بنتا، وبنقول لكل المشاهدين كل عام وانتم بخير، والله يديم الأمن والأمان علينا تحت قيادة سيدنا أبو حسين، ودائما بنجدد الولاء والعهد. اليوم وصفاتنا فعلا هيك حلوة وخفيفة، ف رح نعمل نبلش بالحلو لانه اكثر شيء بتطلبوه مني هو الحلو، فعملنا لكم حلو بارد وموسمي فرح نحكي عنه هلا، وكمان صنفين طيبين. بالضبط، يعني اليوم احنا محتفلين يا جماعه، معلش سامحوني، احنا اليوم محتفلين صراحه، وعن جد عشان احتفاليتنا هون في حلو اليوم بدنا نعرف شو الغدا كمان اليوم. شو الغدا اليوم؟ فزي ما قلنا احتفاليا عامله حلو، رح نعمله من التوت البلدي لانه هلا موسمه، فرح تكون تشيز كيك بالتوت البلدي. رح نعمل برجر فيه كثير شغلة كتير حلوة لأنه ححكي قصتها، فيها زي ما بيقولوا تغيير فلسطيني فيها. حلو. ححكي لكم قصتها لما نبدأ فيها، كتير كتير مميزة هاي الوصفة. ورح نعمل البطاطا التشيبس بس على ستايل الناتشوز. يا عيني شوفوا الوصفات عن جد اليوم رح تكون غير شكل، فخليكم معانا متابعين معانا. أهم إشي للي بحب هاي الوصفات، اللي سمع من شيف نسرين إيش هي وعجبه الموضوع، اعملوا شير للحلقة لتوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين وتبقى عندكم كمان على صفحتكم. وغير هيك كمان بتقدروا كمان تابعونا على اللايف اللي احنا طالعين فيه هلأ على عمان تي في، كيتشن عمان تي في أوفيشل. بعتوا لنا تعليقاتكم، مسوا علينا كمان، وعيدوا كمان على يعني البلد العظيم طبعاً. عيدوا على الأمن اللي احنا فيه كمان، عيدوا علينا وعيدوا على كل الشعب الأردني. فيلا خلينا نبلش معناته بحلقتنا ونبلش بوصفاتنا معك شيف نسرين. وأول إشي التشيز كيك بالتوت البلدي. يلا تشيز كيك بالتوت البلدي. عنا كيك فانيلا من لوزين المراعي، عصير توت من المراعي، لطبقة الجبنة عنا 24 قطعة جبنة مربعات من المراعي، 200 جرام حليب مكثف محلى، معلقة كبيرة فانيلا، قشطة من كرم، طبقة التوت البلدي بدها توت بلدي أحمر، سكر حسب الرغبة، كوب ماء، معلقة كبيرة عصير ليمون. إذا من بعد ما أخذنا المقادير رح نبلش معاكم بالوصفة هاي الطيبة، ويلا شيف نسرين خليها تصحصحنا هاي الوصفة. بدك سكر شكله. أنا واضح إنه بدي سكر. يلا طبعا هذا التوت اللي حستخدمه اللي بيكون الأحمر أو الأسود. رح نعمل منه مربى تكون التوبينج تبع التشيز كيك اللي رح نعملها. فهنا خليني أحطه لأنه بوقت أنا حاطة معظمه هون بالطنجرة، رح أكمل عليه. بدي أحط عليه هون السكر، تمام، وراح احط كمان طبعا السكر حسب الرغبه، بتقدروا تدقوها قديش بدكم اياه حلو. وراح احط كمان عصره ليمون واتركها تتسبك وتستوي تماما، ونحضر طبقه الجبنه والطبقه تبعت هي عصره الليمونه هون. هيك بدي احطها إشي صغير بس. اوكي، يعني زي لما نعمل المربى تقريبا. ايوه هيك. اوكي طيب، هلا لطبقه الجبنه راح احضرها. تمام. بدنا زي ما قلنا جبنه المراعي، هاي المربعات راح احط 24 حبه. اوكي، هاي العلبه الكبيره معناته شو العلبه سرين. الكبيره صح، استخدمتها كلها. بما انه حكينا عن المراعي خلينا نحكي لكم اليوم، طبعا احنا عم نتالق بهالوصفه بمنتجات المراعي. الجبنه اليوم اللي عم نستعملها من المراعي في منها اكثر من حجم، هي جبنه كريميه كريم تشيز
كتير طيبة صراحة للحلويات وكمان للسندويشات، ويعني الواحد ممكن يستخدمها بأي وقت للفطور للعشاء صح، ولسندويشات الأولاد لما يروحوا على المدارس، فهي طيبة كتير. ممتازة هي، وهي هنستخدمها اليوم للحلو. هحط عليها هلأ الحليب المكثف المحلى. بس يعني شو الدسامة؟ دسامة. شوفي ما في حلو يعني. أكيد. خلص الواحد بده يعني يضحي، بس ما بيكون مستاهل 100%. بدنا ننسى الدايت. رح نستخدم كمان القشطة من كرم. تمام. أكيد طبعا قشطة كرم من منتجات كرم زمزم اللي احنا عم نستعملهم أكيد كمان بوصفاتنا وبحلقاتنا. فكل المنتجات من زمزم موجودة عندنا، وما تنسوا إنه غير المنتجات اللي إحنا اللي بنستعملها دائما بالوصفات، في عندهم كمان منتجات يمكن إحنا ما استعملناها لأنه يعني ما كان في وصفات إنه أو إنه هي لأنها سريعة التحضير. خلينا نحكي، وإحنا وصفاتنا عادة ما بتكون مكونة من كل الشغلات اللي بدنا نركبهم مع بعض. نستخدم قد ما بنقدر يعني بوصفاتنا إنه نعلم المشاهدين كيف يعني يستخدموها 100%. بس اللي بنحكي عنه شف نسرين اللي احنا ما استخدمناه ممكن ولا حلقة، اللي هي خلطة أم علي وخلطة الفلافل. أوكي. فهدول سريعين التحضير، يعني هدول الناس بالبيت عندهم بيستخدموهم بتلاقيهم، لأنه ممكن أنه يوفروا على حالهم جهد ووقت لحتى يعملوا الوصفة. لا كتير مفيدين. صحيح 100%. هاي هلا بس بدي أشغل ال يلا. قد ايه بده وقت التوت على الغاز؟ بده تقريبا نص ساعة. اوكي. احتمال يعني اخليها لاخر الحلقة، لانه بكل الاحوال بدي احط الجبنة بالثلاجة تبرد قبل ما احط عليها السخن. اوكي تمام. بديها تبرد شوي وبعدين التوت كمان ابرده شوي واحطهم على بعض، والافضل هاي طبعا تطبقوها وتقدموها ثاني يوم. اوكي تمام اتفقنا. طيب أيوه مطبوخة. ايش كنت بدك تحكي؟ انا لاني عشان قبل الحلقة حطيت، ما تنسوا تحطوا كمان مي، شوية مي على التوت. يعني انت حطيتي بالبدايه وضفتي عليه كمان مره. ضفت عليه بس هيك شوي اورجي المشاهدين، بس انه بنحط حوالي كاسه عشان يستوى يتسبك كل شيء مع بعضه. هاي هون خليها بس بديها اكثر تنعجن. طيب اذا هاي رح تاخذ وقت شكلها شيف؟ رح تاخذ شوي عشان توصل للي بدي اياه بالضبط. اوكي طب معناته خليها لتخلص نطلع لفاصل صغير. سامعين؟ فاصل صغير وراجعين. يلا بعد الفاصل نكمل معاكم وصفاتنا الطيبة لليوم، وأكيد بلشنا معاكم بتشيز كيك التوت البلدي. بلشنا بالوصفة مع شيف نسرين، خلطنا البيس هذا تقريبا. لا هاي طبقة الجبنة. لسه البيس. هلا البيس بالعادة بيكون مثلا بسكوت مع زبدة، اليوم طريقة ثانية وأسهل كمان، راح نستخدم اللي هو الكب كيك من لوسين. حلو. فشايفين بمنتهى البساطة راح آخذ كل واحدة. أوكي. وأقصها هيك نصين. تمام. بهذا الشكل. أوكي. يعني إحنا اليوم عم نستخدم كب كيك لوزين. بس لأحكي لكم شغلة، إنه في منه عدة نكهات، في عنا الفانيلا اللي أنت عم تستخدميها اليوم شف نسرين، في عنا كمان الكراميل اللي مخبيتها شف نسرين هون تحت. قلت إذا نقص علي. مخبيتها تحت، بحب أقول لكم، بس أنت شاطرة إنك خبيتيها، لانه دانا بس مبدئيا ان لو ما خبيتيها دانا اكلتها خلص. بتحب الكراميل؟ هدول كلهم كان راحوا، هي بتحب الشوكولات اكثر، بس يعني كان اكلتهم بس اني وين. خلص ماشي. انا اليوم اخترت الفانيلا لانه حسيتها هي اللابقه مع الوصفه اليوم. حلو اكيد.
فشايفين هيك بدنا نقصهم بس نصين، وقبل ما احطهم رح نعمل حركه هيك نشربهم. خليني هلا بكمل بوريكم. رح ناخذ من العصير هذا اللي بيكون ميكس توت وعنب. طبعا عصيرنا كمان فارم سيلكت، مثل ما بتعرف فارم سيلكت كمان تابع للمراعي، والحلو بهذا العصير تحديدا اللي عم بتشوفوا انه حاضر يا علي، عصير المراعي فارم سيلكت تحديدا هو معمول التحلاية تبعته طبيعية، يعني احنا عم نحكي تحلايته من العنب، فاليوم تحلية طبيعية هو طبيعي 100% ومكتوب عليه قديه استعملوا فيه كمية توت، قديه استعملوا فيه كمية عنب، حتى يعني مثلا الأناناس، الأورنج، كل العصائر من فارم سيلكت بيكونوا حاكين لكم قديه مستعملين فيه. إذا بتطلعوا وراء القنينة بتشوفوا كمان كل المعلومات وكل النيوتري فاكتس، يعني كلياتها بتقدروا تشوفوها عليه. فشايفين هو يدوب هيك لمسة لأنه بسرعة بيشرب، وبتحطوه بهالشكل عشان ياخد من الطعمة تاعته. كتير سهل تطبيقها لهاي الوصفة. كمان يعني يمكن أسرع. إذا عندهم كمان كيك بالبيت من قبل بيوم أو إشي هاي بقدروا يستعملوها. هذه يعني أسهل طريقة تكون البيس تاعكم. أوكي. ولما تشربوها بالعصير بتطلع أطيب وأطيب زي هيك. كمان. وبعدها رح نحط طبقة الجبنة وبعدها طبقة التوت، وبتخلوها بالثلاجة لثاني يوم، ومتأكدة رح تعجبكم وكتير سهلة. والله هي شكلها كتير طيبة بصراحة. هلأ يعني كمان بتدوقي وبتحكي لنا حتى لو مش ثاني يوم. بدي أجيب كاسة. بتحبي تدوقي العصير؟ يلا كاسة لي وإليك. يلا أوكي. لانه انا هذا التوت انا عموما على فكره اخذت منه وجربته عن جد، كانه يعني هلا عصرين الفواكه لا في اضافات سكر زياده ولا شيء، كانها هلا انعصرت الفواكه قدامنا. هذا الحلو فيه ولا وبارده كمان ممتازه. طيب نصب كاسه لإلي وكاسه لإلك. شوف نسرين. يلا يا سلام، شو مع احلى لونه. بعدين الحلو انه مثلا انا كنت اليوم بدي وصفه للتوت لقيت موجود، رح احط لك اياها هون. بالضبط يعني الحلو يعني كل شيء موجود، حتى يعني لاي نوع حلو بدكم اياه بتلاقوا على طول العصير هذا، يعني كل الاطعمه. مزبوط. طيب هيو جاهز تقريبا. كم حبه اخذت معاكي عشان هيو بدنا نعدهم؟ انا صراحه مش عارفه. 1 2 3 4 5 هي 6 اوكي، ويمكن كمان واحده 7 8. اوكي لا اوكي تمام. طبعا هاي بتقدروا انتم تعملوها زي الترايفل، ترجعوا تعملوا طبقات. كمان حلوه الطريقه هاي، بس انا اليوم عاملاها هيك طبقه واحده. اوكي هاي ها اخر واحده خليني احطها، وهيك خلصنا. بدي احط طبقه الجبنه. سؤال، ممكن مثلا اذا الواحد بده يفتفتها كمان ممكن، وبعدين يشربها العصير فوقها فكره بزبط؟ كمان طبعا بزبط. تمام اوكي خلص هيك هاي حطيناها ممتازه هيك. وهلا بدي ادير طبقه دائما مجوعيتنا الجبنه. دائما مجوعيتنا مصريين. شوفوا هيك يعني شايفين هيك. اوكي فهذه هلا الحلو كمان انه التوت موسمه. اوكي فلحقوه قبل ما يخلص، لانه حلو الواحد يعني زي ما بنقول يختار خيرات بلادنا. صح. ويعمل منها حلويات، يعمل منها اكل بالذات الاشياء الموسميه. طب شف نسرين، بس تذكريهم للمشاهدين انه احنا حكينا قبل الفاصل، ذكريهم ايش كانت هاي الطبقه اللي هلا عم بتحطيها، ايش كانت مكوناتها؟ هذه جبنه المربعات من المراعي، وحطيت حليب مكثف محلى، وحطيت قشطه كرم وفانيلا. هاي هي هلا. الحلو بهاي انه احنا بدنا اياه زي، مش ضروري تكون زي طبقه التشيز كيك جامده. هذه الحلو فيها انه ما يعني مو ضروري تكون جامده، بتقدروا تاكلوها متماسكه، مش الهدف منها تكون زي التشيز كيك طبقه جامده 100%. اوكي فعشان هيك عادي لو ضلت مثلا بالثلاجه لتاني يوم واكلناها. أيوة. او ممكن ساعتين زمان يمكن. ايوه الحلو فيها انه فعلا اذا ما بدكم تستنوا عادي، انه ما في شيء لازم يضلوا لتاني يوم. يعني انه يجمدها حتى. أوكي. هيك لحالها بتعملوها كبس بتكون كتير طيبه. حلو. كمان فكره برضه. فهيك جاهزه، هلا بدي احطها بالثلاجه شوي. اوكي واخر الحلقه بنطلعها، خليها تجمد. اتفقنا قبل ما يجهز التوت يعني. طب بدك ناخذ مقادير الوصفه الثانيه ولا لسه؟ اوكي تمام يلا.
ستيك تشيز ساندويتش، عندنا برجر من الوادي، بودرة بصل، بودرة ثوم، جبنة شدر من المراعي، خبز برجر من لوزين المراعي، زبدة من المراعي، خس، بصل أبيض، بندورة. أما للصوص بدنا مايونيز، كاتشب من كرم، خردل وبابريكا. عندنا كمان لهاي الوصفة بنحتاج بودرة ثوم وكمان مخلل. أنا آسفة ما حدا حكى لي. طيب يلا رجعنا معاكم بعد مقادير هاي الوصفة اللي بدنا نسمع قصتها من الشيف نسرين. هي هاي الوصفة اللي بدك تقولي لنا قصتها صح؟ هلأ بدنا نحكي قصتها. هذه بس ممكن يعني أحكي بدي بس أحضر كل شيء بعد يلا خلص أصبر تمام. بس دقيقة بنصبر عليكي وعبل ما أنت تحضريها شو رأيك؟ أنا رح أروح شوي هيك للمتابعين أسلم عليهم وعيد عليهم. ام عصام الرواشد تحياتنا لك، تسلم عليها واخلاص المناصير كمان. ام محمد عربيات تحياتنا لك. ام عمر كمان حبيبتي اشتقت لك كثير انا يا ام عمر، تحياتنا لك. وعندنا كمان ام انس مساكي ورد وفل وياسمين وامل، تحياتنا لك يا امل. تحياتنا لميسر الهجاوي كمان، مساكي سعيد، كل عام انتم بالف خير يا رب جميعا. رجاء زمان ما شفت تعليقاتك يا رجاء، تحياتنا لك حبيبتنا. مساكي سعيد حبيبتي القلب. أنا منيحة منيحة الحمد لله، شكرا لسؤالك. بسلموا علينا كلهم نسرين طبعا، المتابعين بسلموا علينا كلهم. تسلموا كلياتكم. طيب يلا هلأ بس خليني أجيبه. ندوب الزبدة. البرجر من الوادي. هذا برجر الوادي. يا سلام. بس رح نستخدمه اليوم بطريقة شوية مختلفة. أوكي. زي ما قلت لكم وصفة اليوم وصفة برجر بس فيها تويست فلسطيني. حلو. هاي الوصفة يقال هي اسمها تشوبت تشيز. إذا مثلا كتبتوا تشوبت تشيز راح تلاقوا إنه اللي اخترعها شاب فلسطيني من اللي هاجروا على أمريكا وعملها وصارت زي ما بيقولوا ستريت إيت نمبر 1 بنيويورك. حلو. فيعني هذه القصة خلف هذه الوصفة. البرجر اللي رح نعمله مش برجر عادي، بعد ما نقليه رح يتحول لستيك ساندويش. أوكي. فهذه الفكرة تاعته إنه نقدر نعمل ستيك ساندويش ورح يطلع بطعم الستيك ساندويش بسعر اقتصادي جدا. حلو. يعني مو ضروري نعمل ستيك ساندويش. تقدروا تعملوا الطريقة اللي حتشوفوها معاي وحتطلع معاكم كأنكم عم تاكلوا ستيك ساندويش. طيب إذا خلينا نذكرهم بس بمنتجات الوادي. طبعا احنا عم نستعمل البرجر من الوادي اليوم، برجر اللحمة طبعا من الوادي، وكمان المنتجات الباقية الموجودة عندهم إذا أنتم من محبين البرجر. في عندهم كمان تشيكن برجر، في عندهم تشيكن برجر اللي هي طبعا بدون الأرشلة. في عندنا كمان كل المنتجات تبعتهم، يعني من تندرز، من صدورة الدجاج وغيرها، كمان في ليل حار، كل الأشياء اللي أنتم بدكم إياها أكيد موجودين عند الوادي. فهلأ حطيت زبدة خفيف هيك، رح أقليهم كأنهم برجر. أوكي. وبعدين حتشوفوا الستيب اللي حتحولها لستيك. الوصفة هاي أساسها كمان يكون جبنة كتير فيها. أوكي. هي اسمها تشوبت تشيز. تمام. فالجبنة كمان اللي رح أستخدمها اليوم، شايفين الكمية، هذه جبنة تشيدر اللي من المراعي. أوكي. اليوم كل شيء برعاية المراعي عن جد. أيوة. 100%. هاي التشادر المطبوخة اللي تيجي بلوك. هاي عشان انه اذا بدكم تعرفوا اي جبنة اللي احنا استعملناها اليوم هي البلوك التشادر المطبوخة. في لها عدة استخدامات طبعا، كثير طيبة مع الفطور، كثير طيبة مع السندويشات، وطيبة كمان انه بتعملوها الفطاير، كثير طيبة بالفطاير. صح صح. الخبز اللي عم نستخدمه كمان برضو من لوزين. ايش كمان عندنا؟ هلا خليني قبل ما يتقلى البرجر اوريكم الصوص اللي هذا لازم تعتمدوه دائما لما تعملوا اي سندويشات. هذا يعني غير شكل. متفقين احنا، شفنا السرين ومبين عليه اصلا مبدئيا.
انه رح يكون غير شكل. هذا يعني على اي ساندويتش برجر، ساندويتش هوت دوغ، استخدموا هاي المكونات وشوفوا شو طيب. أوكي. مايونيز، بودرة الثوم والبصل، تمام، حنحط الخردل، اوكي، وبتحطوا كاتشب. يا عيني اظن لا، هاي انا بقول لك بدك تفتحيها. افتحها. اوكي. لانه شوف خميس فتحها غلط. بس اوكي شايفين، واهم شيء بتجيبوا مخلل وبتضيفوها عليها، هذا رح يعطي طعم غير شكل للصوص. يعني خليني اشوف هون لانه شكله اشوف. لا لسه شوي بس ريحتهم بلشت هيك تعبي الاستوديو. يا سلام. اوكي اوكي اسمع صوت السقسقه كمان شوي. اوكي هلا هم شوفوا لما بيتقلوا بكون في زياده مي فبصفي بصغر حجمهم، ففي مجال انه نضيف كمان واحدة 100%. طيب اذا نخليهم يتقلوا براحتهم شيف نسرين. اوكي اذا بدك تضيفي اشي قبل ما نطلع للفاصل. لا تمام هيك. اوكي اذا رح نطلع فاصل صغير واكيد راجعين من بعدها. رجعنا معكم بحلقتنا، اكيد بكل تفاصيل حلقتنا، واحنا عملنا وصفة الاولى والثانية، اللي ما شافهم واللي ما حضر ارجعوا اكيد على الحلقه بعد ما تخلص وشوفوا كل تفاصيلها مع الشيف نسرين، واكيد شوفوا مقاديرها. اذا شيف رح نرجع لك، حطينا البرجر هيك النار. شايفين هيك لونه صح وجاهز. هلا بدي ابدا اقطعه واحط عليه الجبنه. بهاي الاثناء اهم خطوه دائما بسندويشات البرجر لازم تتحمص، يعني انا بلاقيها رول نمبر 1 لازم يكون المحمص. فبتاخذوا الخبزه بتحطوا هيك مقلاي عليها زبده، وانا مستعمله هون طبعا زبده المراعي. وبس بدكم تحطوها هيك تاخذ لون تتحمص مزبوط، وهون هيكون عيني عليه. خليني اوطي النار ونشتغل على البرجر. هون برضه وطيت النار، شايفين هيك جاهز. بدنا خلص نقطعه بشكل عشوائي. اوكي زي كانه يتحول للحمه مفرومه. اوكي باي اله عندكم؟ انا عم بستخدم هدول. تمام يعني لازم نقطعه لحتى ناخذ النتيجه، او انه يكون زي ما انت اللي عم تحكي. أيوة. نفس الفكره تبعت هداك. هي انا حتى حقيمه عن النار هون عشان اعرف اشتغل. تمام حتى هو كثير عم بتحرك معي. هي هاي شكلها. خليني اشوف كيف. شو ناوي على خير؟ خليني اجيب سكينه اذا اريح لي. بس انا بقول حطيهم على. خليني احطه هون على هاي او البلاستيك احسن، صح؟ اجيب لك اياها. عنا اياها. هي القطاعه قصدي. هيها بهذا الشكل. اوكي زبط تمام. تمام لانه انا بدي لانه بدي هون كله ارجع احط الجبنه. ارجع هون. اوكي واظن انه انا ممكن اساعدني سكينه اكثر من هاي. بهذا الشكل بدنا نقطعه قطع. تفضلي بهذا الشكل. يسلموا ايديكي. اوكي هون ما ننسى هاي. شايفين هيك بدنا اياه. يعني هذا الشكل لين احطه على جنب واحط الثانيه. لا وكثير اسكى اصلا لما تعمليها هيك. هذا اساس يعني اذا رحتوا مطعم مش عامل الحركه هاي اعرفوا انه مش مزبوط. ما له دخل. بالضبط ما له دخل بالبرجر. طيب بس كمان اليوم نصيحه لكل حدا عامل دايت، يعني الحلقه هاي مو لكم. صح يعني اليوم الفري. اليوم الفري وجاي على بالكم ستيك ساندويتش. هذا راح يطلع معنا بهذا الشكل. تمام فشايفين هيك قطعة كبيرة. هذه السندويشة بتعطيكم إيحاء إنها ستيك ساندويش بس هي برجرات. اتفقنا. هيها. أوكي. طبعا البهارات اللي بدي احطها، بس هو التقطيع عم بياخذ معنا وقت. عادي خذي راحتك شيف نسرين. شوفي لنا ايش في تعليقات. كل المتابعين طبعا عم بيعيدوا علينا، تحياتنا لكم، مساكم سعيد جميعا. اكيد اراك تحياتنا لك، مساك سعيد كمان. فاطمه تحياتنا لك، مساكي سعيد، سلم عليكي شيف نسرين. الله يسلمها. وشكرا لك يا فاطمه. نانا بتسأل عن الصوص إذا بنباع جاهز هذا الصوص. أظن لا، صح؟ لازم تعمله للبيت. لا يعني ممكن تلاقوا المايونيز مع الكاتشب اسمه ثاوزند آيلاند، بس المكونات الباقية لا. أوكي سحر تحياتنا لإلك كمان، بتقول لك وصفاتك رائعة، يسلم إيديكي. شكرا لإلك يا سحر، ولكل قاعدين عم بيبعتولنا اليوم تحياتنا لإلكم جميعا، مساكم سعيد.
طيب انت شفنا سيرين سؤال، انت بتفضلي برجر لحمه ولا دجاج بالعاده؟ لا لحمه. لحمه؟ اه اوكي. انا اذا دجاج بحب قطع صدر كامله يعني، بس مش برجر، بس البرجر لحمه. تمام. طيب ابعثوا لنا انتم جاوبونا كمان، بتفضلوا برجر دجاج ولا لحمه؟ ايش الاطيب لكم بالنسبه لكم يعني، برجر دجاج ولا اللحمه؟ يعني هي شفنا سيرين بتفضل اللحمه، انا مثلا يعني ما باكل لحمه فخلص دجاج اكيد يعني رح يكون. فشو بتفضلوا اكثر، دجاج او لحمه؟ مقلي ولا مشوي كمان؟ علي خلص علي جاوب، بقول لك لحمه ومشوي. بدي اعطي نكهه للبرجر ببودره أوكي. البصل تمام وبودره الثوم هذول هيك يعني. طب اليوم كمان شفنا سيرين يمكن هاي الطريقه لو احنا ما كان عندنا اللحمه ممكن نستعملها كمان للستيك فيلي ساندويتش. اه هي على فكره بالضبط زي ما يعني، هي زي ما بيقولوا تقليد للستيك فيلادلفيا ساندويتش. هي هاي تمام، بس طبعا. بدل ما تجيبوا ستيكات تستخدموا نسيت هاي، منيح انه ما صار فيهم شيء. اوكي اوكي تمام. وهنا شايفين جبنه كثير بالطريقه هاي، فهيك بعطيكم ايحاء الستيك ساندويتش. هلا بدي اياها تسيح تماما. تمام. عندنا احنا باتش ثاني هذا بنشتغله بعد الحلقه او بالفواصل. هاي بدي اياها كمان، عندنا دفعه لحمه مش خالصه. كمان اوكي. فشايفين هلا ايش بنحضر جوا الساندويتش؟ بده يكون عندكم بصل، هذا بصل ابيض وبندوره وخس، وطبعا كل واحد بيعمل السندويشة بالطريقه اللي بحبها. بتقدر اللي ما بحب بندوره ما يستخدمها، ما بده بصل. على فكرة في طريقة البصل. كمان البصل الأبيض يمكن أنا عملتها بالبيت، لما تحطوا البصل الأبيض بمي بارد كتير اتركوها هيك ربع ساعة، بتلاقوا إنه نكهة الحدة تاعته كلها بتروح. حلو. وبس بتضل القرقشة تاعته. تمام. فخلص هيك هيو، خليني أعلي النار عليها ونبدأ نعمل الساندويشات. طيب بتحب اساعدك بهدول؟ يلا هم هدول شوفي انا محضراهم، بس تعال هدول فيهم ولا بدنا نحط؟ لا هدول جاهز يعني. اشتغلته كله قبل الحلقه انا لانه كميات، فبس انا باقي لي قدام المشاهدين هالساندويشتين بس اللحمه بدنا كلهم نعبيهم. ما هي اوكي تمام خلص خلص، هذا خليهم البس كفوف يعني عشان نشتغل. خلص تمام يلا يلا عليهم. طب علي يار. تعال ساعدنا انت كمان، شو رايك دانا؟ والله يا ريت الكل يجي يساعد لانه كثير شغل هون. ليمون هيثم تفضلي. هيثم صباح الخير، يلا تعالوا. علي للاكل بس بالضبط، بيسلموا علينا. حبيبتي دانا كيوت انت مسكاكي. طيب يلا يلا هينا جاهزين، انا جاهزه. يلا شايفه كيف فينيتا شكلها كانها يعني ستيك ساندويتش؟ بدك تخليهم بالصينيه هاي صح؟ اوكي تمام اتفقنا. طب شو رايك معناته اقيم الطبقه اللي فوق عشان شوفي هو اسهل مع بعض. هيك نفتح بس من فوق، ما هي هاي بقول لك وهي بالصينيه اللي فوق، وهي بالصينيه بس بنعبي. خلص تمام يلا انا حامل هون. عندك معلقه او شيء بايدك اسهل؟ بايدي مع الحراره. انتوا الشفات متعودين واحنا لا. خدي انت هاي وهي انا هاي. يلا لا عادي بنجيب معلقه بنجيب اشي. لا اوكي او اذا بدك هاي. اوكي هاي شايفين هون بتحطوا الصوص هيك الطريقه. هذا الصوص عن جد جربوه خطير. بعدين بنحط طبقه الستيك اللي بدنا نسميه هلا ستيك مع الجبنه. قديه بنحط؟ هيك زي اللي حطيتي تمام، يعني كوني كريمه بالكميه. ايوه الا سندويشه علي بدي احط فيها حبه صغيره وحبة. لا حرام علي لازم خلي. بتعب معنا بتعب معنا. يا حرام كثير بتعب معنا. وبنحط البصل هيك بندوره والخس. شوفوا مسلي الموضوع صراحه يعني. هذه على فكره كثير حلوه لما يكون اولادكم بدكم يشاركوا صح. مع بعض تعملوا ستيشن وكله بيجي بيعمل سندويشته 100%. او شغلوهم يعملوا سندويشات بحبوا كيفوا. شايفين هون انا عملتهم قبل، بس بكون بنضاف عليه بس بيضل علينا طبقه اللحمه. اوكي هاي انت كمان متسليه بالضبط. يعني بالنسبه لي هذا كثير الشغل بحبه. طيب. هو بسلي هذا شغلات الشوي والبرجر والسندويشات.
هلا كمان لما تشوفوا وصفة البطاطا اللي راح أعملها هي اللي يعني الكل حيكيف عليها. عم استناها هاي الوصفة والله. شوف نسرين، يلا ذكرتيني أحمي الزيت كمان هلا. أوكي، عشان كمان باقي البرجرات. هلا بنشتغل على بقية البرجرات. طيب هاي شوفوا كمان حاضر. مرة هاي السندويشة. أوكي، نحط اللحمة. هي هلا مع الجبنة فكله هيك فايت ببعض، مش دخلنا ببعض انا وانتي. لاحظت. والبصل احنا بدنا كل متابعين يجوا يساعدونا هلا حاليا جد. يلا انا بقول شو رايكم؟ يلا عشان طلعونا الفاصل عشان نكمل براحتنا. بالضبط، نرجع لهم هيك يكونوا خالصين. يلا فاصل صغير اذا. يلا رجعنا لآخر بارت من حلقتنا. طبعاً خلصنا البرجر وشكله بشحي ومنظرهم زاكي وريحتهم طيب كتير، فلازم تجربوهم بالبيت أكيد. بس لازم تسميه ستيك برجر. ستيك برجر طبعاً أكيد. فلازم تجربوها هاي الوصفة بالبيت وتدوقوها وتقولوا لنا شو رأيكم كمان. وهلأ شفنا سرين وصف لنا للوصفة الأخيرة. هادي بتقدروا، هذا اسمه التشيبس المنزلي. كيف تعملوا تشيبس بالبيت؟ فطبعاً هاي أنا هعملكم واحدة عينة. أهم إشي إنه دائماً البطاطا لما تقشروها تحطوها بمي باردة، هاي قاعدة عشان تضلها كرانشي وكريسبي لما تيجوا تقلوها. هلأ عشان يطلع معنا تشيبس صراحة لازم يكون عندنا هاي الآلة. هاي بتلاقوها بكل محلات الأدوات المنزلية لأنه هي اللي بتطلع البطاطا كتير رفيعة، بس هي كمان كتير خطرة. فلازم هلأ بتشوفوا كيف أنا عم بعمل. تنتبهوا لأصابعكم. بتنتبهوا لأصابعكم. وهي معها كمان قطعة آخر إشي لازم تستعملوها لما تخلص يقرب الموضوع على الأصابع. أوكي، طب شو رأيك ناخد المقادير مبدئياً؟ ما أخذنا؟ لا لسه. يلا بطاطا ناتشوز عنا زيت من كرم، بطاطا، ملح، فلفل أسود، لبنة من المراعي، جبنة شدر من المراعي، جبنة موتزاريلا من المراعي، فاصوليا حمراء، مخلل، زيتون وذرة. يلا رجعنا لوصفة البطاطا الناتشوز. هيك منيح يا أبو سمرة، لأنه أبو سمرة بيعلق علي بحب أحكي لكم. أوكي، شوف نسرين، بدي أقول لك تعرفي إنه أنا ما عندي هاي الماشين، بس إيش استعملت بدالها مرة؟ شو؟ القشارة. بصير بس بدها هذه على حبة بطاطا. يعني إحنا على الكمية اللي عاملينها اليوم 2 كيلو بطاطا، هدول على القشارة هذه بتقعدي يعني ثاني يوم. بدنا قشارتين وأنا ودانا نعملها. هذه مش معقول شو سريعة، يعني جد زي ما بيقولوا هيك السرعة خطيرة. هلأ شوفوا آخر إشي بتكون معها هذه هي الحماية. أوكي، فآخر إشي عشان ما تأذوا أصابعكم خلص بتصفي بتتقطع بالآخر. كتير مفيدة هاي لأي إشي، مثلا خضرة تانية بدكم تقطعوها بهذا الشكل الرفيع. أوكي، مهم تكون موجودة عندكم. تمام اتفقنا. هيها هلأ الزيت بيكون حامي. احنا تشوفوها بالعلبة تكبوها. هذه الحماية. شايفين بتضلها للآخر، بتخلصوا البطاطا. أوكي، بأمان. تمام اتفقنا. الزيت بيكون حامي، عم نستعمل الزيت من كرم، هذا يعني قلي غميق، بتشوفوا اذا حامي هيك. وهاي البطاطا بالذات ما بصير تحطوا كميه كبيره. اوكي، يعني يا دوب يغطي معنا المقلاي. اوكي تمام. وبتحاولوا تبعدوهم عن بعض عشان يطلع معنا عن جد شيبس غير شكل. اتفقنا تمام. انت رح تقلي هاي الكميه القليله بس انه بالبيت اعملوا اكثر اذا انتم عندكم ناس اكثر. طبعا واعملوها هالحلو كمان، هاي بتقدروا تعملوها قبل بوقت، قبل بيوم حتى. اكيد. لانه هذه يعني بدكم تقريبا 2 كيلو لا يعني يكفي الكل. فشايفين هون
هي انا عامله هون. هلا بتقدروا زي ما انا عامله البرجر بتقدروا خلص تحطوه سايد بهاي الطريقه جاهز، تحطوا عليه ملح، تحطوا عليه بابريكا، فلفل اسود، اي شيء انتم حابين تعطوه طعم فيه. بس انا اليوم قلت بما اني عامله وعامله ليش ما اعمله بطريقه الناتشوز. فشو رح نعمل؟ هاي مثلا طبقه، شوفوا هون انا كمان قاليه، هاي طبقه ثانيه وهي الثالثه، هذا بتكون خلصت. تبدوا تحطوا هاي برضو جبنه تشيدر من المراعي، بنحط هون هيك طبقه الجبنه. تمام. وبدنا نخلي شيء للوجه طبعا. اوكي. بتقدروا هون تبدوا تحطوا مثلا، بدي برضو للوجه، بنحط هون عشان الكل ياكل من كل شيء. بتقدروا طبعا هون حسب الذوق، هون مثلا انا حاطه ذره كمان. يعني ممكن نفس الناتشوز بالضبط، اللي هي بس الفاصوليا الحمراء وال واظن الزيتون، ولا بحط؟ أيوة. لا ما بحط الذره كمان. الذره لا، هذه اضافه. وبنعمل كمان طبقه. تمام. عشان كل الكل يا وين ما اخذتي من الصحن تاخذي من كله. بالضبط. تعرفي انا ايش الناتشوز اللي حبيته مره، جربته مره واحده بمحل واحد يعني بدون ذكر اسماء. شو كان فيه؟ كريمة الناتشوز. عاملينه بكريمة كتير زاكي، ولا مرة جربته بأي محل ثاني. بتكون هذه يعني مثلا اجتهاد الشيف. بالضبط. انه هيك هذه برضو موجودة على فكرة بالمطاعم. تنطلب. شايفين هيك. تمام. احنا حمينا الفرن. بدي احط برضو شوية زيتون. في اشياء بدي اياها بس على الوجه، المخلل. أوكي. ما بدي اسخنه. ولا طبعا اللبنة. أوكي. بس تطلع. تمام. وهذا اللبن زي الساور كريم يعني. أيوة. على فكرة هذه كمان نقطة مهمة، لبنة المراعي كأنها ساور كريم، ما بتحتاج تضيفوا إشي معها. مزبوط، هي نكتها كتير هيك 100%. صحيح. وبدنا نحط كمان تشيبس. الله. وهلأ جبنة وبتفوت على الفرن. طيب زابطة مع البرجر بعدين يعني. حفلة يعني. عن جد حفلة. جد قلنا لكم محتفلين إحنا اليوم. بدي أسلم على فيحاء، تحياتنا لك يا فيحاء حبيبتنا. وبدي أسلم على نادية قرقش كمان، سلامي لك حبيبتنا خيرية، تحياتنا لك كمان. نوال حبيبتي، يا نوال فيومي، مساكي سعيد. وكمان ريهام تحياتنا لك حبيبتنا كمان، حبيبة القلب، شكرا كتير لك ريهام. كان عيد ميلادها قبل كم من يوم كمان، بدي أعيد عليها طبعا. كل سنة وهي سالمة يا رب. هلا بدي احطها بالفرن. أوكي. بس تسيح الجبنه. يا سلام يا سلام، يعني اليوم الوصفه اللي عملت لكم اياها شف نسرين، عملت لكم اياها كلها كامله من البيت، يعني ما في داعي هم يجيبوا الشيبس من برا ويستعملوه، خلص جاهز من البيت 100%. انا كثير بحاول زي ما يمكن لاحظتوا انه اوريكم كيف فيكم تعملوا شغلات المطاعم بالبيت. لانه بالاخر بضل انظف و 100% اطيب. صحيح. شايفين البطاطا كيف هيها قربت تخلص. اوكي هيك جاهز، بدي بس يضل التوبينج تاعنا اللي انظف هون. تمام. بس ممكن بهاي الاثناء بركن عملنا ايش قولي لي الحلو. نطبقه. خليني انظف هون. خدي راحتك شف نسرين. انا راح اكون مع المتابعين. نجاه تحياتنا لك، بتقول نورين ما شاء الله عليكم، شكرا لك حبيبتنا. احنا ليه اوف لاين؟ بقول ليش بقول. اوكي طيب خلص، راحوا التعليقات بعد، يعطيكم العافية، راحوا التعليقات. ضل معنا 5 دقائق طبعا. yeah. ما هي تدوب الجبنة على السريع معناته. جبنة ما بدها وقت، بس بدنا نطلع الحلو. اوكي طيب، تحبي اجيب الطبق من الثلاجة؟ والله يا. اوكي يلا هذا خليني اقيمه على جنب. هدول البطاطات اللي انت عم تعمليهم خلص، هدول هيك بنقرش عليهم. هدول نقرش جنب البرجر. هلا هيك بحطهم فوق البرجر. اوكي يب. وهي طبق الحلو، برجع بذكركم اللي ما حضر الحلقة من أولها بتقدر تحضروها على اليوتيوب، بتقدروا كمان تعملوا لها شير لأصحابكم صحباتكم، الناس اللي بيحبوا هاي الوصفات. اليوم اللي بحب يعمل إشي سريع كمان، وصفات سريعة، عنده عزيمة، هاي أحلى وصفات لإلكم كمان، تقدر تعملوا لها شير وتبقى عندكم. وبرضه بنفس الوقت اللي ما حضرها بيقدر يحضر الحلقة على اليوتيوب. شايفين هيك، هاي طلعناها من الثلاجة زي ما قلت لكم، مو ضروري تكون جامدة. هلا بدنا نحط طبقة. اوكي التوت. يا سلام، بعدين هذا التوت كثير زاكي. انا كثير بحبه. يعني هاي اللي انت عم تعمليها، انا بالنسبه لي خبز التوست والجبنه هي هاي نفسها، وهاي الطبقه تبعت التوت وخلص سندويشه 100%. بس جربي كمان هاي، شفتي مقاسها هاي كمان؟ لا كثير طيبه 100%.
هلا انا عندي توت بالبيت، شكلي رح اعمله هيك كثير كثير يعني، ولحق كمان قرب يخلص الموسم. شوفي عند جيراننا في شجره وبالضبط بدي ادق عليهم اليوم اقول لهم اذا في عندكم زياده هاتوا. بالضبط ايش بدك علي؟ لا يا علي ما بصير. اوكي واو، لا هاي الحركه الاخيره يعني هي الدمار. هذا الصوص روعه صراحه، شوف نسرين منظرها بشحي. هلا طيب. نشوف الجبنه اذا ساحت ونخلص يلا. أوكي. كل الوصفات تمام. انا راح عندي تعليقات بحب احكيكم. وين ال هاي وين احطها؟ هون على الطرف. شوف في لها هيك محل حلو هون ولا هون؟ شو رايك لي هون؟ هون احسن هيك. خلص عشان نحط الناتشوز هون. اوكي يا سلام كيف؟ يا عيني يا عيني. تفضل يا ليفون كمان. اوكي هلا ايش التوبينج؟ التوبينج هلا بناخذ هاي اللبنه بنوزعها بشكل عشوائي بهذا الشكل تمام، وبدنا نحط زي الاشياء اللي جوا كمان. اوكي من برا والمخلل بتقدروا هالبينو، بس انا صرت حاسه هون ما حدا باكل فلفل غيري فعم بتجنبه. مين بياكل حر؟ ما في بياكل حر. انت ليفون بياكل حر؟ هيثم تاكل حر؟ هيثم صباح الخير، تاكل حر؟ بياكل حر. تاكلي حر برضه؟ بتاكل حر. اوكي دعنا شوي نص نص. علي بتاكل حر وابو سمره بياكل حر، كلهم بياكلوا حر الا انا. فما بعرف اجاني شعور انه ما اعملش حر، فقلت خلص اليوم بنحط مخلل. أوكي. فخلص انتوا حطوا هالبينو اطيب. بالضبط مية او كمان زاكي المخلل يعني. خلص يلا شايفين. طيب هيك شوف نسرين وانت عم تعملي، هتعي نذكر بس بالوصفات تبعت اليوم عشان قربنا نخلص حلتنا. اوكي اليوم عملنا اللي هو التشيز كيك بالتوت البلدي. عملنا كمان ستيك برجر اسمها تشوبت تشيز. هاي زي ما قلنا شاب فلسطيني اخترع هالوصفه وانتشرت كثير بنيويورك. عملنا هلا ناتشوز البطاطا للتشيبس. تمام اذا هاي كانت وصفاتنا لليوم. يسلم ايديك شيف نسرين صراحه وإيديكي. ابدعتي بالوصفات يعني شكلهم كله بشهي واكيد الطعم لسه اطيب واطيب. فيسلموا ايديكي. وايديكي حبيبتي. وشكرا لكل اللي تابعونا اليوم، اكيد كل عام بألف خير مره ثانيه، بنعيد عليكم وان شاء الله يا رب دائما الامن والامان لبلدنا الحبيب الاردن. واكيد طبعا احنا هيك بنودعكم وان شاء الله بنشوفكم بحلقه جديده بكره. باي باي. إن شاء الله.